طيب احنا دلوقتي زي ما كنا بنتكلم احنا ممكن نريبريزنت الديسكريت تايم سيستم ان تيرمز اوف ا ديفرنس ايكويشن، يعني جنرال فورم بتاعها بيبقى بالشكل ده كده، ان الواي اوف ان تمام تعرفها ان تيرمز اوف يعني ويتد افريج من البريفيس اوتبوتس زائد ويتد افريج في الانبوت الحالي والانبوت السابقه. اوكي، فيعني الكلام ده كله الحقيقه كل الكلام اللي احنا شايفينه في الايكويشن بتاعتنا دي برضو نقدر نحطه في الصوره اللي احنا شفناها قبل كده، ان احنا عندنا في حاجه اسمها زيرو انبوت ريسبونس وزيرو ستيت ريسبونس. طبعا لو بتكلم على زيرو انبوت يبقى معنى كده كل الاكسس دي مش موجوده، يعني بتكلم على الترم الاولاني بس، هو ده اللي نحسب منه القيمه بتاعت واي زي اس او زيرو ستيت ريسبونس بتساوي كام. لو انا بتكلم على الزيرو زيرو ستيت، اوكي زيرو ستيت بتاعتي، يبقى معنى كده ان الستيت هي نفسها الواي، يبقى معنى كده باسيوم الجزء ده ان هو بصفار، يعني الانيشال كونديشنز بتاعتي كلها بتساوي صفار، وبحسب بس الاوتبوت بتاعي نتيجه للترم دوت.